أكتر من 4500 قرية من قرى مصر، وفي أكتر من توابع لها، يعني منشآت صغيرة أكتر من 40,000 تابع على خريطة مصر. قد إيه منهم معمول فيهم صرف صحي؟ قد إيه منهم؟ تفتكروا كام؟ 10% ولا 20% ولا 80%؟ لا يتجاوز 20%. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. أنا بقول إن إحنا في خلال 3 سنين أنا قلت لازم ناخد خط على الريف، خط يعني نحل مسائل الريف كلها مرة واحدة.